هو بص حضرتك، هو طبعا في دستور 71 ما كانش بيدي الحق ده لاعضاء المجلس، كان في الاليه اللي موجوده في دستور 71 واللوائح الداخليه للمجلس الشعبي سابقا ان الحكومه تتقدم مشروع قانون او رئيس الجمهوريه. وكان لو كان عضو مجلس الشعب سابقا اللي هو مجلس النواب حاليا عندما يتقدم بمشروع قانون فيروح للجنه الاقتراحات والشكاوى في المجلس ويبص عليه من ناحيه دستوريه وينتظر لحد ما الحكومه تتقدم بقانون في ذات الموضوع. فالجديد في الماده 122 في دستور 2014 انه اضيفها بالاضافه الى الحكومه ورئيس الجمهوريه ان لو في 10 اعضاء مجلس النواب يعني بيتكلم في 60 نائب من حقهم يتقدموا بمشروع قانون وياخد خط سير خط سير اذا ما كان مقدم الحكومه او رئيس الجمهوريه. يعني مش هيروح للجنه الاقتراحات والشكاوى، هيروح للجنه المختصه. وده اللي تم ده في القانون اللي قدمه السيد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي ومعاه اكثر من 203 عضو تقدموا باقتراح بمشروع قانون وخد خط سير، حتى يمكن الحكومه بعديها تقدمت في ذات الجلسه ولكن المجلس راى ان اعضاء المجلس تقدموا قبل الحكومه وتوافق على ده. ودي طبعا سنه جيده ان يتحول ان اصبح المجلس يبقى مجلس تشريعي حقيقي بالاضافه انه مجلس رقابي يعني. فاحنا طبعا ما عندناش مشكله ان يكون الحكومه تتقدم، رئيس الجمهوريه يتقدم، المجلس النوابي يتقدم، انما هو زي ما اتقال واحنا بناكد ولازم نصمم على ده ان يكون هناك حوار مجتمع حقيقي عشان نعرف راي الناس، خاصه من هم المعنيين بالقضيه. يعني انا النهارده لما اقول ال 50,000 جمعيه اهليه هم المعنيين بالقضيه الاهليه. هي الجمعيات دي دلوقتي شغاله ازاي وفقا للقانون وفقا حضرتك زي ما قال سياده النائب هو الموضوع قانون 70 يعني عالجها بشكل صريح وقوي. قال ايه بقى؟ يعني ايه يستمر العمل باللائحه التنفيذيه للقانون 84 لسنه 2002 لحين صدور اللائحه التنفيذيه للقانون 70 بما لا يخالف احكام القانون 70. فاحنا بنيجي حضرتك النهارده مثلا اشهار الجمعيات. اشهار الجمعيات ان اللائحه التنفيذيه ما طلعتش قانون 70 فكنا ماشيين اشهار الجمعيات بذات الشروط في القانون 84 سنه 2002. يعني رسم مثلا عشان تدفع 100 جنيه وال10 اعضاء دول نفس 84. فده كان اللي موجود، بس طبعا لا شك ان دي كانت عامله لخبطه. يعني فعلا كانت عامله نوع من انواع اللخبطه حتى على مستوى الادارات والمديريات والى اخره، كانت عامله مشكله انك انت مثلا المؤسسه عشان تنشئها تمشي بماده في القانون 70 اللي هي تدفع 50,000 جنيه تخصيص. الجمعيه 100 جنيه تدفعهم هو الرسم. فطبعا دي برضو انما كان لابد ان تحسم القضيه. لان كمان في نقطه مهمه جدا، خلال 2018 عدد من تقدموا لاشهار جمعيات اهليه عدد قليل. حصل بقى رده برضه زي ما قال الاستاذ حافظ، برضه موضوع العقوبات السالبه للحريات. احنا طبعا كنا يعني احنا شاركنا مع مجلس النواب ومع لجنه التضامن في قانون 70، انا لا استطيع ان انا اتنكر من ذلك، ولكن كان لنا ملاحظات اخذ ببعض منها ولم يؤخذ ببعض الاخر. احنا طبعا كنا بنرى ان في عقوبات اللي هي السجن بالذات في بعض المخالفات لا ترقى لمستوى السجن. يعني في مخالفات اداريه او ماليه بسيطه لا ترقى لمستوى عقوبه السجن او الغرامه المغلظه. يعني النهارده ما بنقول جمعيه نقلت ممر من مكان لمكان وما لم تخطر الجهه الاداريه في خلال 3 شهور فيها سجن سنه او غرامه تصل الى اكثر من 50,000 جنيه. انك انت تتهم انك انت تمنع موظف من الجهه الاداريه انه يجي يفتش تدخل في غرامه ممكن يبقى فيها صفه الكيديه. فكان طبعا دي مسائل برضه يعني فيها برضه نوع من انواع التشدد اللي احنا كنا كلنا قلقانين على العمل الاهلي، خاصه حضرتك ان العمل الاهلي ده قائم على التطوع. لا صحيح. طيب.